العلم نور والجهل ظلام، لا تبنى الشعوب إلا بالعلم. ملابسي واتمشى واروح للمدرسة الى الطابور. اتمنى ان اكون متعلم ومدرس انفع الجيل في المنطقة للدراسة الاساسية وانفعهم في التعليم واصنع جيل يرفع المنطقة الى الافضل. أنا بصفتي كأب من باب التشجيع يكون نشجعهم بالهدايا، نشجعهم بالكلام الطيب، نشجعهم هذا التعليم فيه خير وإنه سينقلهم من هذا العمل الذي هم فيه ولا العناء الذي هم فيه إلى مستقبل أفضل بإذن الله عز وجل. وأول ما نتابك كلام الله مع الطالب ناصر. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا اشتكى منه عضو فداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، متفق عليه. التعليم مهم جدا، كلما كانت الأجيال متعلمة كلما كانت إلى الأفضل تصير، وكلما كان الجهل مخيم خيمت الأحزان وخيمت الأشياء التي لا تحمد عقباها من المشاكل ومن الثارات ومن الأشياء. واحد واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة تريد. بلينا صبول عشش لهؤلاء الطلاب، ويوجد معنا طلاب ما شاء الله كثر. عانينا حوالي ثمان سنوات من الطقوس في الحر، يعانون الحر، وفي البرد يعانون البرد، وفي الأمطار، وفي أيام الأمطار خاصة نوقف عن الدراسة بسبب الأمطار، لأن الصبول لا تغيهم الأمطار ويصبرون على البرد ويصبرون على الحر. نحن الآن في شهر ديسمبر من العام 2022 في قرية مقاضة، نبعد 70 كيلومتراً عن مركز محافظة شبوة. قبل 5 سنوات حصل الأهالي على اعتماد مدرسة وترك الأمر لهم ليبنوها، لكن أوضاعهم الاقتصادية لم تساعدهم على فعل ذلك، فجمعوا الأخشاب والطرابيل وشيدوا هذه المدرسة أو ما يسمونها كذلك. بإذن الله إذا خلصنا أحكام النون الساكنة والتنوين. حوالي درسنا 4 سنوات بدون أي مقابل، كانوا متطوعين لأجل أبنائنا وأبناء هذه المنطقة، لأن لا يوجد أي تعليم. بعد هذه الفترة نتقاضى الواحد من المعلمين حوالي 30,000 في الشهر وقت الدراسة فقط، أما وقت العطل لا يعطونا أي شيء. كل هذا المجهود لأجل أن نبني مستقبل أولادنا. معنا اليوم درس ملكة النحل، معنا درس اليوم النقل، والبعض الآخر تكون مخازن للعسل. خرج المعلم مع تلاميذه في رحلة إلى مزرعة قريبة ليشاهدوا مملكة وما أودع الله فيها من عجائب
نعاني من المدرسة من أيام البرد والأمطار، إن في المدرسة إنها ما تشاهدونها من بنية من الأشجار، معناته ما تشاهدونها من الأشجار، وإن الطريق يتعبنا من الوعرة، والشمس في وقت الظهر تأذينا بالحرارة. في مرة عدة جرف السيل مدرستهم ولم يجدوا مكانا يتلقون فيه العلوم غير الصحراء والألواح التي حملها آباؤهم قبل عشرات السنين. أما الإذاعة المدرسية مع الطالب صالح الخضر. بسم الله الرحمن الرحيم، لأنكم تحبون التعليم تتحملون برود الشتاء وحرارة الصيف، تستحقون أن تكون لكم بلقيس مدرسة مكتملة البناء والتحضير، فريق حيث الإنسان سيبدأ العمل في بناء مدرستكم اعتبارا من اليوم. الإنسان باختيار موقع مناسب في القرية التابعة لمديرية حطب بحي تصبح في مأمن من السيول، والتي كانت تجرف المدرسة كل سنة مع موسم الأمطار، وعليهم أن ينتظروا حتى يجف الوادي فيجمعون الأخشاب مجدداً ويقيمونها. راقب التلاميذ سير العمل في مدرستهم الجديدة بينما يحضر العمال من القرى الثمان المستفيدة من المشروع في مديرية تعد هي الأعلى في معدلات قضايا الثأر القبلي، ويربط الناس بين هذه الظاهرة وانخفاض مستوى التعليم لقلة عدد المدارس.
3 أشهر من العمل المتواصل يتم التحضير ليوم الافتتاح. اختار الأهالي اسم مدرستهم التي تعد الآن أبرز معلم في القرية، وقد صممت بفصولها 6 وملحقاتها لتستوعب مئات الطلاب والطالبات الذين تعبوا من التعلم تحت أشعة الشمس وبرودة شتاء المحافظة النفطية. الحمد لله اتحقق حلمنا وقمرة الفرحة لجميع الناس، وتحقق الحلم إن شاء الله، والفرحة اليوم تسعد جميع من ساهم فيها ومن مستفيد منها.